وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفات وشراحها في الدارين آمين. وما زلنا في أعلام التصوف في القرن الثالث والرابع الهجري الذي ذكرهم الإمام القشيري في كتابه. ومنهم أبو محمد رويم بن أحمد بغدادي من أجلة المشايخ، مات سنة 300، وكان مقرئا وفقيها على مذهب داود، مذهب سيدنا داود الظاهري. وسموه ظاهري ليه؟ مذهب ظاهري لأنه لا يعترف بالقياس ولا يعترف لا يعترف بالتأويل ولا بالرأي ولا بالقياس ولا بالأدلة العقلية. فهمت؟ ده المذهب الظاهري، لا يجيب لك دليل عقلي ولا دليل قياسي ولا تأويل ولا رأي مخالف لظاهر النص، ده اسمه المذهب الظاهري. وكان مقرئا وفقيا على مذهب داود. قال رويم: من حكم الحكيم أن يوسع على إخوانه في الأحكام ويضيق على نفسه فيها. يعني الإنسان اللي عنده حكمة لما يجي له الناس يستفتوه يفتيهم بأيسر الأقوال، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومع نفسه ياخد بأحوط الأقوال، يبقى مع نفسه ياخد بالعزائم ويفتي غيره بالرخص. فهمت؟ لكن في ناس بالعكس يشدد على الناس قوي في الفتوى ومع نفسه مهلهل. ده عكسها بقى. فهمت؟ قال روي: من حكم الحكيم أن يوسع على إخواني في الأحكام، يعني عند الفتية، ويضيق على نفسه فيها، أي عند العمل. فإن التوسيع عليهم اتباع العلم، لأن العلم بيقول لك يسروا ولا تعسروا، بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقال بشروا ولا تنفروا، وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج، مش كده برضو؟ فأدي العلم، العلم قال لك كده. والتضييق على نفسه من حكم الورع، لكن على نفسه بقى من باب الورع الاحتياط يعني. عشان كده علماء الأزهر كانوا يعلمونا القاعدة دي، كنا ناخدها من أفواه يعني مشايخنا الأزهرية القدامى رحمهم الله. يقول يقول: الخروج من الخلاف مستحب ومراعاة الخلاف واجب. نفس كلامهم ده على فكرة، الخروج من الخلاف مستحب، يعني عند العمل، عند العمل والعبادة اعمل عمل صحيح على كل المذاهب احتياط، ده الخروج من الخلاف مستحب عند العمل. ومراعاة الخلاف واجب، أي عند الفتية للغير، يعني عندما تفتي غيرك ما تفتوش بمذهبك، يفتي بأيسر المذاهب، لكن لما تعمل أنت اعمل أنت العمل اللي يصح على كل المذاهب، نفس المعنى. يبقى كان يقول لك الخروج من الخلاف مستحب يعني عند العمل، ومراعاة الخلاف واجب أي عند الفتية، نفس كلامهم. لأن علماء الأزهر على فكرة تربية صوفية، الأزهر أصلا صوفي السلوك أشعري العقيدة، مش كده برضو؟ مذهبي الفهم، لابد يتبع مذهب معتمد، هو ده المدرسة الأزهرية كده، تقوم على مذهب معتمد دراسة وافية مع السلوك التصوف مع كونه أشعري العقيدة. قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت عبد الواحد بن بكر يقول: سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول: سألت رويما فقلت: أوصني، فقال: ما هذا الأمر إلا ببذل الروح. يعني ما الأمر اللي احنا فيه التصوف ده؟ أوصيك أقول لك ابذل روحك ونفسك وجهدك وتعال بكلك،
فهم؟ هو ده. فإن أمكنك الدخول فيه مع هذا، وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية. ترهات الصوفية اللي هي يعني إيه الترهات؟ اللي هي الأباطيل والأوهام يعني. في ناس يمشي مع التصوف يهتم بشوية أقوال كده، الله هو الحب، مش عارف الكلام اللي بيقولوه بتوع اليومين دول، حافظ له كم كلمة كده، أنا من أهوى من أهوى أنا، وكلام هو مش فاهم معناها، واخد بالك، وماشي كده مع ترهات الصوفية. وبعدين بيعبد ربنا ازاي ده، وتعلم ازاي، وحافظ قرآن ايه، وبيصلي امتى؟ يقول لك لا لا، ده انا بيني وبين ربنا عمار، اترك انت بس، واخد بالك. فده ده يبقى مش هينفع في حاجة، ده لا هينفع هنا ولا هينفع هنا. فبيقول له الامر عايز ايه؟ عايز بذل الروح والجهد، وتترك بقى ايه تكرار الكلام اللي انت حافظه عن بعض الاولياء بتقوله كده عشان ايه تلفت الانتباه لكلامك وانت مش متحقق بيه ولا حتى فهمه. وقال رويم: قعودك مع كل طبقة من الناس اسلم من قعودك مع الصوفية، فان كل الخلق قعدوا على الرسوم، وقعدت هذه الطائفة على الحقائق، وطالب الخلق كلهم انفسهم بظواهر الشرع، وطالب هؤلاء انفسهم بحقيقة الورع ومداومة الصدق، فمن قعد معهم وخالفهم في شيء مما يتحققون به نزع الله نور الإيمان من قلبه. اوعى تقعد مع الصوفية لو انت مش هتسلم له، اللي هم المتحققين منه. ليه؟ لأنك لو قعدت معهم وأنكرت عليهم نزع النور من قلبك عقوبة لك. طب أنا عايز أقعد مع ناس وأسلم، أقعد بقى مع الناس اللي هم إيه بيدرسوا الفقه وقاعدين كده علماء، ويقول لك قال وفلان ورواه البيهقي ورواه الطبراني في الأوسط وتوراه الإمام البخاري، وعيش بقى مع العلماء. العلماء بياخدوا بظواهر الشريعة وما فيهاش إشكال، حتى لو اعترضت على بعض ظواهر الشريعة ففي فهوم أخرى ليها مش هتتضر. إنما تقعد مع أهل الحقائق ويجوا يقولوا حقائق وانت مش فاهمها تنكرها، ينزع النور من قلبك. فما تقعدش معهم أحسن، يا تقعد معهم بالأدب والتسليم يا روح. فهمت؟ وقال رويم: اجتزت ببغداد وقت الهاجرة ببعض السكك. هي السكك هي كلمة فصيحة، هي المصريين يقول لك سكك حديد مصر، السكة الجديدة، مش كده؟ يبقى لفظ سكة لفظ فصيح وليس عامية مصرية، بل لفظ فصيح، والعامية المصرية فيها من الفصاحة ما فيها. فهمت؟ اجتزت بغداد يعني عبرت بغداد وقت الهاجرة ببعض السكك ببعض الطرق، وأنا عطشان، فاستقيت من دار ففتحت صبية بابها ومعها كوز، خبط على باب كده قال لهم عايز أشرب، ففتحت صبية ومعها كوز مية، فلما رأتني لقيته على هيئة أهل التصوف، قالت صوفي يشرب بالنهار. صوفي إيه ده؟ هي متعودة الصوفي ده صايم بالنهار ويأكل بالليل بس، فاهم؟ فقالت، دليل ان الصوفية سلوكهم كان معلوم بالاجتهاد في الطعام منذ القرون الاولى، فاهم؟ فقالت صوفي يشرب بالنهار، فما افطرت بعد ذلك اليوم قط. وقال رويم: اذا رزقك الله المقال والفعال، يعني القول الحسن والفعل الطيب، فأخذ منك المقال وأبقى عليك الفعال فإنها نعمة. يعني أسكت لسانك عن الكلام لكن استمريت ملتزم في أفعالك في الطاعة، فده نعمة. وإذا أخذ منك الفعال وأبقى عليك المقال فإنها مصيبة، وكان اللسان أكثر شيء جدل، هيبقى كلامك حج عليك. وإذا أخذ منك كليهما فهي نقمة وعقوبة. يعني دليل ان لابد قولك يوافق عملك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.